ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصالحين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون
لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن
ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا والجن خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منا فإنك رجيم عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم
قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين سلاما قال إن
قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون ترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل اتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هذا
وما بينهما
وإن الساعة لا يأتيك اليقين.